السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا مزيانين وغزالين وبالصحه يا ربي يا ربي والعافيه يا ربي. كاين شي دخول مدرسي؟ كاين شي تهنئه من الوليدات؟ شكون دابا راه مهنيه وكتخدم مشغوله والشقه ديالها وفرحانه مع راسها وناشطه ليك مع راسها؟ ايوا البنات فين؟ صيفطوا الدراري؟ صيفطوا الوليدات؟ جريتوا عليهم صافي؟ الصراحه لله الله، راه تبارك الله شهرين شهرين تاع العطله، والله الله لا يزيد كثر، طلعوا لنا في الراس هنا. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ مزيانين مزيانين، كلشي لاباس ان شاء الله، تكونوا 5 5 والصحه غزاله يا ربي. المهم انا جبت لكم واحد، كنت غادي ندير واحد الماسك لوجهي وقلت علاش ما نشاركوش معاكم، توحشكم بزاف طبعا، وقلت منها نطلع لكم واحد الطليله خفيفه قبل عاوتاني ما نتشغل. حتى انا راني دخلت المدرسه هاد النهار، حتى انا مشيت مع 8 رفيقه، مع 7 ومشيت مع 8 وجيت مع 11:30. قريت ماشي قريت، يلا درت واحد الامتحان وعاد باش غادي نبدا. حتى انا ديك الساعه اللي بغات لي انتريسي بهذا الشيء تخلي لي واحد الكومونتير. كبيرات ديالي انا درت لكم النهار، غندير لكم واحد الماسك غزال. بعدا قولوا لي واحد الحاجه، كي جاكم الروج عليف ديالي مع كيكر ديالي؟ هذا البنات شريتو من بري مارك، غزال 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 غزال، والله ما كنت كننتظر ان العكاكر تاع بري مارك عندهم واحد الكاليتي واعره 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 واعره. شريت واحد شويه نتاع، حيت انا عمري ما شريت الماكياج نتاع بري مارك، هاد المره جربته مي غزال، غادي نبقى نشري سيرتو لي غوج لي فغ، غنبقى نشريهم غير منو لانه واعرين البنات. بحال اللي شارياه من ماركات اللي هي غاليه، وهما غيب اورو 2 اورو، لا غلا عليك يا مسكين، والله القسم البنات. ديك الساعه عندكم واحد الفيديو على على حويجات على ماكياج نتاع واحد الماكياج، غير شويه ما تسمعوش ماكياج ماكياج، انا شريت غير واحد شويه باش نجرب. غادي نشارك معكم شنو شريت من بري مارك، والصراحه كلهم خرجوا غزالين. هذا واحد من العكاكر اللي شريته منهم، والصراحه حمقني غزال غزال غزال. ديك الساعه غادي نخلي لكم واحد الفيديو ونوريكم العكاكر اللي زعما كيعجبها العكار وكتشري غالي. والله البنات من بري مارك ارخص حاجه، ارخص حاجه وكاليتي اللي هي واعره واعره واعره، ما زعما والله ما كنت كانت صحابي انه الكاليتي ديالها حتى لهاد الدرجه غزاله. كبيدات بغيت ندير لكم واحد الماسك كما قلت لكم، ماسك مبيض يعني غزال، هو في نفس هو كريم مبيض، حنا كنقولوا كريم مبيض بحال غديريه انت في الدار بوحدك، ما غادي تشريه ما والو، واعر كيجي على شكل الماسك، واعر البنات واعر واعر واعر، هذاك اللي تفتح البشره وكتحيد داك الشحوب اللي كيكون في البشره، والبشره اللي ما كتكونش موحده اللون دابا عرفتوا، ما عارفين البحر الواحد كيمشي كيتمسخ الشمس كيبقى مبرقع هنايا هنايا البقع 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 البقع، فقلت علاش ما ندير لكمش واحد الماسك غزال 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 اللي كنديرو انايا وفنيون، وعندنا كنظن ان المكونات ديالو كاينه في اي مطبخ مغربي، غادي تلقاي دوك المكونات، يعني ما غاديش تبقاي تمشي عاد تشري هادي ولا تشري هادي تشري هادي. سهلت عليكم هاد المره بزاف، والماسك تاع البنات خطير خطير، جربوه جربوه والله القسم غزال خطير. دابا غادي نفوت الماسك ثم غادي نحتاج، ومن بعدها قبل مني انا هاد الماسك كيطيب خصو يطيب، منين يبرد نخليه يبرد، غادي ندير لكم واحد المقشر غزال. شوف انا كنعطي لكم مقشر وصفه ديما ديما يعني كريمه بزاف، ايوا نتوما كونوا كرامين وديروا لي واحد لايك تما كاين. المهم البنات واحد الوصفه اللي هي كاس الحليب ونشا وبطاطا، شكون اللي ما عندوش بطاطا البنات؟ بطاطا كاينه في اي دار كاينه بطاطا. المهم انا قلت لكم مكونات غزالين، النشا كذلك كتكون في اي بلاصه في اي دار. كاس الحليب كاين موجود صباح، يعني كلشي 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 عندك بلا ما تبقاي تقولي لا ولا وما عنديش ولا كذا خصني عاد نمشي خصنا كذا وتا غدا وتا بعد غدا. المهم نوضي تقعدي غير الدراري سربيناهم. والله القسم الراحه الطمانينه يا البنات الطمانينه، ما كاينش اللي ما فرحانش دابا، النساء كلهم فرحانين بهذا اليوم العالمي. طبعا صحاب فرنسا صحاب المغرب، المهم باقي لكم واحد الشهر بصح ماشي مشكل، وصحاب اسبانيا كنظن يمكن 10 ولا 14 شهر تا هما ما بقى لهم والو يحلوا تاهم يعطيو الفارغ، بصح صحاب اسبانيا والمانيا يمكن، وكنظن يمكن حتى بلجيكا، كلهم تبارك الله هاد الجوايه كلهم راه فرحانين وناشطين. المهم كبيدات خلينا دابا من الضحك بزاف، انا قلت لكم البنات نشا كاس الحليب وبطاطا. حبيباتي غادي نقطعهم، غنقطع البطاطا طريفات صغارين وغادي نديرهم في الكاسرونه وغادي نخليها طيب مع الكاس نتاع الحليب.
غادي منين غادي نشوف البطاطا صافي بدات كتطيب، صافي بدات كتطلق داك النشا ديالها وبدات كطيب، غادي نطفي عليها، غادي نطحنها مع معلقه نتاع النشا. ونسيت والروز مطحون، راه ما كنظنش اللي ما عندهاش الروز، واللي ما عندهاش الطحين تاع الروز البنات تشد الروز اللي عندها الطحانه وكطحنوا. انا هكا اللي كندير، كنشد الروز كنطحنوا مزيان في الطحانه تاع القهوه وكيعطيني هاد البودره تاع الروز. والروز البنات المهم اربعه المكونات، حليب الروز بطاطا والنشا. غادي نخلي لكم البطاطا غادي دير طيب البنات، غنوريكم دابا. نقطع البطاطا كما قلت لكم البنات، تقدروا تتحكوها في الحليب غير باش طيب لنا بحال هكا. طبعا البطاطا غادي تكون مغسوله، انا راني ديجا غسلتها. غادي نقطعوها البنات بالقشره ديالها، وغادي نزيدو لها كاس نتاع الحليب، والبنات غادي نخليوها طيب فيها حتى تبدا طيب لنا، وديك الساعه غادي نطفيو عليها. غزالاتي ها هي البطاطا، شفتوها ها هي بدات هي في ساسه كطيب البنات، راه ما غير شويه نقصوا عليها باش طيب في خاطرها في هذا الاخر. غادي نطحنها البنات وغادي نقول لكم شنو نزيد عليها. بداتي طحنتها ولات هكذا، ولات بوري، راه غير داك الجلوف ديالها راه طحنتها كامله البنات، كتولي بوري بحال كتحضري انا كيبير، غير هذه كتجي البنات كتجي شويه خفيفه. حتى غادي نتقلوها دابا غزالات، من بعد غادي نزيد عليها الطحين الدقيق نتاع باش تبان لكم مزيان، غنزيد عليها الدقيق نتاع الرز، جوج معلقات صغار، وغادي نزيد عليها جوج معلقات صغار يعني معلقة كبيرة ديال نتوما نتاع النشا. حركوها مزيان، حبيباتي الماسك يولي بحال هذا الشكل هذا، غادي نخليه يبرد عاد غادي نديرو على وجهي. وقبل ما غادي نخليو حنايا يبرد غادي نخليه نديرو في الثلاجه شويه باش يبرد فيه الساع. شوف البنات كيجي بحال هكذا، ماسك خطير خطير بمعنى الكلمه البنات. اللي بغات تبيض حتى يدين كديري في اليدين، كديري في الوجه، كديري في العنق، كيحيدك كيرطب كيرطب البنات، وكيفتح لك البشره وكيحيد لك البقع وكيصفر لك البشره اللي كتكون مبربشه هكذا بالبقع. هنا غادي ندير لكم واحد الماسك، غندير تقش المقشه اللي غادي نديرو انا هذا النهار، حتى هو غادي ندخلو هذا النهار ليكم نتوما. انا غادي ندير هاد بحال الروتين يعني ديالي اللي غادي نديرو يعني بالمقشر ديالو بالماسك ديالو بالترطيب مور الترطيب. وانتوما الا بغيتو ديرو غير الماسك وكان ديجا عندكم واحد المقشر اخر طبيعي ديروه، كان عندكم مقشر واحد اخر اللي كتشريوه ديروه ماشي مشكل. انا بغيت هاد النهار ندير لكم واحد الروتين يعني تاع الوجه، فعلاش لا ما نديروش متكامل. يلا البنات غنعطيكم مقشر دابا. هاد الماسك غادي نحتاجو فيه معلقه نتا زيت الكوكو، راه غادي دابا غادي نسخنها باش يعني انا دابا راه مجمد لي انا هنا عندنا درجه الحراره البنات شويه منخفضه على داكشي. غادي نخدم ملحه ومعلقه العسل، معلقه الملحه، معلقه زيت الكوكو والكوك. البنات مقشر خطير 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 خطير، كيخليك البشره هكذا كتلمع. هنا غادي نسخن شويه هاد الزيت تطلق، وديك الساعه نجي ندير لكم الوصفه قدامكم. حبيباتي انا سخنتها هو ما قلت لكم معلقه غير صغيره هكذا، ما فيهاش بزاف.
والعسل طبعا البيو البنات البيو البيو البيو. اما داك العسل اللي غادي ديروا غير كسكر البنات ما غادي تستافدوا منها والو. حبيباتي كنحركوا المقشر ديالنا غادي نبدا البنات غادي ندير هاد العبادي اللي شريتها تايا من بريمارك غزاله 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 الكبيدات غادي نديرها دابا وغادي نبدا نمسح وجهي مزيان شنو عندي شي حاجه هنايا عندي انا درت غير درت غير هاد العكر غير باش نشوف كي داير اللون غير كنت كنجربو صافي. فدابا غادي نمسح وجهي مزيان وغادي نغسل مزيان وجهي مزيان كنحيد البنات الميكاب ديالي بهادي كارني غزال غادي نمسحو مزيان وغادي نغسل مزيان وجهي وغادي ندير المقشر معاكم هنا معاك جيت بحال تبدوبه عجبتني هاد الغزاله صراحه فنيونه. المهم غادي نبدا نحيد البنيات المكياج ديما كنقول لكم ديروا التونر ديالكم اولا ما برد هذا البنات شيتهم البردي واعر ما ورد غزال البنات اللي في المانيا انا كنشريه طبيعي 100% الكبدات. المهم انا درت هكذا غادي نبدا بالمقشر كبدات كنبقاو هكذا كنديروا المقشر ديالنا كنحكو به مزيان احسن مقشر البنات مع تاع القهوه غزال ما قديش ندور من هنايا لانه ما عنديش فين نحط الكاميرا على داك الشيء كندير هكذا. غتبداو تحكوا البنات طبعا بجوج يدين انا دابا غنحط شاده هذه بجوج يدين بهكذا هكذا كما كلكم كتعرفوا ديروا المقشر طبعا 5 دقائق الكبيدات غزال المقشر البنات كي واعر واعر مع نسمان تاع الكوكو كتجي كتحمق كبيدات عرفتي ملي كتبقاو هكذا ديروا الاخر كيذوب الزيت نتاع الكوكو عرفتي كيسخن لكم في اليدين وكيذوب على الوجه ديالكم يعني كيشربوا الوجه ديالكم مزيان. كبيدات غسلت المقشر شوف وجهي ترطيب عالي للبشره البنات اغزال خيال طبعا تونر طبعا كبيده شوفوا الوجه كي ولا اغزل. اعتمدوا هذا الروتين البنات على وجهكم اللي غادي يغير لكم بزاف الوجه ديالكم سيرتو دابا اللي جاي من البحر واللي وجهه عمر نقاطد البحر والشميشه كبيدات غادي نجيب الخليط ديالي غادي يكون برد غادي نديرو البنات غادي نابليكيه على البشره ديالي لمده ساعه نص ساعه حتى الساعه اللي قدرت تجلس عليه به ساعه راه احسن حاجه بدات من بعد ما غسلت الماسك طبعا غادي ندير الماورد ديالي ماسك غزال خطر البنات غادي تشوفوا مزيان شوفوا النتيجه كتحمق كندير شويه التونر ديالي ولا الماورد اي ماورد البنات كافي غادي ندير كريم ديالي كبدات الماسك من الاحسن ديرو في الليل انا صورت لكم دابا غير بحيث الاضاءه ما كتكونش عندي في الليل مزيانه فاعتمدوا كروتين ليلي للوجه ديالكم راه غزال ما تنساوش ديما البنات الرقبه ديالنا ما تنساوهاش وديما داك المساج اللي خليت لكم باش ما نكثرش عليكم غادي نديرو انايا
بالزيت نتاع الورد. فديما مساج البنات، المساج الوجه يعني خطر خطر خطر. وغادي ندير انا كندير البنات زيت الورد تحت عينيا، حتى هو كنشري من البردي من المانيا، رائع البنات. فكبداتي كيكون هذا هو الماسك ديالي، وهذه هي الفينال فين وصلت هذا النهار الفيديو. فكنتمنى انه يكون هذا الفيديو يفيدكم ان شاء الله وينال اعجابكم ان شاء الله، علاش لا. فاللي عجبو الفيديو وتفرج فيه، ولا اللي داز من هنايا صدفه فيدير لايك طبعا طبعا، والاشتراك في القناه طبعا، ويبارطاجي الفيديو علاش لا مع الصحابات ديالو اولا اللي كيعرفهم طبعا. فخليتكم خليتكم الراحه البنات والطمانينه يا ربي، وان شاء الله الدخول المدرسي يا ربي موفق، ويكونوا الوليدات كلهم ان شاء الله هذا العام يقراو. وحنا عارفين العام اللي فات كورونا ما قرا حتى شي واحد، قرا يلا شي 3 شهور هنايا في فرنسا، قرا يلا شي 3 شهور ولا 4 شهور الماكسيمو ديالهم انا ما كنظن يعني. فكنظن هذا العام يا ربي يا ربي يقراو الوليدات، وان شاء الله النجاح علاش لا، والتفوق يا ربي، ويا ربي تحيد علينا هذا الوباء يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي اللي خلى لا حاجز ما بين حبابنا، يا ربي يا ربي تسمع منا وتحيد هذا الوباء. فالبنات كنقول لكم بالسلامه، والله يعاونكم، وتهلاو في راسكم في راسكم بزاف، هي الاولى عاد باش كتهلاو في الناس اللي قراكم. يعني الا ما صليتوش في راسكم راه طبعا ما غاديش تعطيو داك البوزيتيف وداك الانرجي غادي تعطيوها اللي حواليكم. فكنخليكم البنات جيت بحال نسنوسه، فكنخليكم البنات هنايا، وكيكون هنا يتسالى الفيديو، وكنتوحشكم بزاف بزاف. ومره جايه ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله يكون زوين بحالكم. فخليكم كومونتير زوين شويه شويه شويه، قلوبه قلوبه قلوبه، ويكون زوين بحالكم. مع السلامه.